الدين الإسلامي جاء بالآداب. دين الإسلام فينا بك آداب. وعلم المسلم كل شيء. منها آداب دخول الحمام، دخول الخلاء. أولا قبل أن تدخل إلى الخلاء تقول بسم الله. بسم الله. تقول هذا الدعاء: اللهم بسم الله الله. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول هذا الدعاء. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قبل أن يدخل ويقدم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. إذا خرج يقول غفرانك. لا يدخل إلى الحمام بكتب العلم بالمصحف. ينقطع عن ذكر الله إذا دخل الحمام. يعني لا يقرأ القرآن. نعم، لا يقول استغفر الله مثلا. يجب عليه أن يستتر عن أعين الناس، يعني لا أحد يراه، إما يغلق الباب أو إذا كان في الصحراء في الغابة وراء شجرة أو جدار. يصح أن يبول قائما بشرطين. الشرط الأول ألا تنكشف العورة. الشرط الثاني أن يأمن أن رشاش البول لا يرجع عليه. لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة. لا يقضي الحاجة في أماكن يؤذي فيها الناس ولو كانوا كفار. يعني في الطرقات، أماكن انتظار الباص مثلا، تحت الأشجار المثمرة. لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجري. لا يؤذي الآخرين ولو كانوا كفار. يعني لا يمكن آتي إلى أماكن الكفار حتى أماكن له كذا يقضي الحاجة هناك. لا، إذا كان في الصحراء في الغابة يختار مكان لين، ليس مكان صلب حتى لا يرتد عليه رشاش البول.